يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل العلم يقول إن العمل بالكتاب والسنة يشترط فيه أن يكون على وفق فهم السلف الصالح، فما هو الدليل على هذا؟ أن يكون على وفق فهم السلف الصالح يعني لا نخالفهم، ما هو بلازم أنه ينطبق على فهمهم تماما، لكن لا نخالفهم، هذا معنى على وفق فهم السلف الصالح، يعني بأن لا نخالفهم، نأتي بشيء جديد يخالف ما عليه السلف الصالح. نعم.